لما عرج به صلوات ربي وسلامه عليه كلمه ربه تبارك وتعالى وفرض عليه 50 صلاة. فلما رجع من ربه تبارك وتعالى مر على موسى فسأله موسى ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تستطيع وقد جربت بني إسرائيل قبلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فخفف عنه. فرجع إلى موسى قال ماذا صنعت؟ قال خفف عني 5. قال ارجع إلى ربك فاسأله. وما زال بين ربه تبارك وتعالى وموسى حتى بلغت 5، من 50 إلى 5. فقال له موسى ارجع إلى ربك واسأله التخفيف أيضا عن 5. فقال إني استحييت من ربي ورضيت بما قدر وكتب سبحانه وتعالى. فجاء النداء من الله، هي 50 في العمل 50 في الأجر، اللهم لك الحمد، 50 في العمل 50 في الأجر. فنحن الآن نصلي 5 صلوات ونأخذ أجر 50 صلاة، فضل الله تبارك وتعالى مني.